مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم. نتكلم النهاردة على موضوع جديد وموضوع مهم، وهو ارتفاع ضغط الدم. ضغط الدم من أكثر الأمراض انتشارا. هنلاقي أن 33% من الرجال و27% من السيدات مصابات بارتفاع في ضغط الدم، وبالتالي هو فعلا من أعلى الأمراض انتشارا في العالم. بالنسبة للأشخاص فوق سن 65، هنلاقي أن 65% منهم عنده ارتفاع ضغط الدم، وده برضو بيؤكد على مدى انتشار مرض ارتفاع ضغط الدم. السيدات بعد سن 50 هنلاقيهم أكثر عرضة للإصابة بضغط الدم من الرجال، وذلك بسبب تغير الهرمونات، وغالبا ما يكون هناك سمنة، وبالتالي هذه الأسباب بتؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم. أيضا هناك اختلاف في ذوي البشرة السمراء. البشرة السمراء اللي هي في الجنوب غالبا بتبقى مصحوبة أكتر بارتفاع في ضغط الدم بسبب بعض العوامل الوراثية، وأيضا بسبب الضغوط النفسية والضغوط البيئية المتزايدة. طيب، إزاي نشخص ارتفاع ضغط الدم، أو إمتى نقول على شخص إن هو عنده ارتفاع في الضغط، أو بنسميها دايما الضغط؟ إذا كان ضغط الدم أقل من 140 على 90 بيعتبر الضغط طبيعي، ولكن إذا زاد عن هذا الرقم بيعتبر الضغط مرتفع، وغالبا يعني بنحتاج أكتر من قرايتين عشان نشخص هذا الشخص إذا كان عنده ارتفاع ضغط الدم ولا لأ. يعني إذا زورنا الطبيب مرة واحدة وما كناش عندنا ضغط قبل كده، وقسنا الضغط لقيناه أكتر من 140 على 90، فبنعيد القراءة تاني مرة تانية خلال أسبوع عشان نتأكد من وجود ارتفاع في ضغط الدم. هل هناك مسببات؟ هنقول إن في 95% من حالات ارتفاع ضغط الدم ما بيبقاش في سبب خالص، ولكن في 5% من حالات ارتفاع ضغط الدم هناك سبب وبنسميه ضغط دم ثانوي. وفي هذه الحالة علاج السبب اللي أدى إلى ارتفاع ضغط الدم بيخلينا إن احنا ممكن نرجع تاني ما يبقاش عندنا ضغط ويبقى ضغطنا طبيعي. هناك طبعا عوامل بتساعد على ارتفاع ضغط الدم، ومنها العامل الوراثي. بنلاقي ان داخل الاسرة ممكن اكتر من شخص عنده ارتفاع في ضغط الدم. الحاجة التانية السمنة، كل 10 كيلو جرام زيادة في وزن الجسم بتؤدي الى ارتفاع 6 مليمتر زئبق في ضغط الدم. السبب الثالث اللي بيساعد على ارتفاع ضغط الدم هو كثرة تناول الصوديوم. والصوديوم موجود طبعا في ملح الطعام، موجود في المعلبات المحفوظة، موجود في المياه الغازية، حتى الخبز فيه صوديوم، المية فيها صوديوم، حاجات كتيرة قوي من اللي احنا بناكلها حتى لو مش حاسين بطعم الملح. معلش اسفة جدا، حصل عطل. زي ما قلنا ملح الطعام ممكن يكون موجود في حاجات كتير قوي، زي ما قلنا المعلبات فيها ملح طعام، المياه الغازية فيها ملح طعام، الخبز فيه ملح طعام، المية اللي احنا بنشربها العادية مية الحنفية فيها ملح طعام، المية المعلبة ايضا في انواع منها فيها كمية كبيرة من ملح الطعام. فناخد بالنا من وجود ملح الطعام في كل هذه المأكولات والمشروبات، عشان كل ده بيعلي من الضغط بتاعنا. هناك اسم بنسميه ضغط البلطو الابيض، وضغط البلطو الابيض ده بيبقى شخص غالبا ما عندوش ضغط دم، وبعدين لما بيزور الطبيب نتيجة للتوتر والقلق بيحدث ارتفاع في ضغط الدم، ولما بيروح ممكن لو قاس ضغطه تاني في ظروف مختلفة ان هو يلاقي ضغطه طبيعي. في الحالة دي بيبقى غالبا بنقيس له الضغط في العيادة، بيقول لا ده انا ما عنديش ضغط، بنهديه، بنقول له طب اقعد شوية، بنرغي معاه كده ونكلمه وكده، وبعدين بنقيس له الضغط التاني
غالبا بنلاقي الضغط بدأ في الانخفاض، او ان احنا بنطلب منه ان هو يقيس في ظروف مختلفة ونشوف ضغط الدم شكله ايه. هناك ايضا نوع من ارتفاع ضغط الدم بنلاقي فيه الضغط العلوي وبنسميه الانقباضي، هنلاقيه مرتفع بيوصل الى 160 او اكتر، بينما الضغط السفلي القرايه السفليه هنلاقيها طبيعيه تماما، هنلاقيها مثلا 80 ساعات 70 وهكذا. متى تحدث هذه الحالات وهل المفروض نعالجها ولا لا؟ هي بتحدث غالبا في السن الكبير نتيجه لتصلب الشرايين، وقد تحدث في بعض الأمراض الأخرى زي أمراض الغدة الدرقية أو زي ارتجاع الصمام الأورطي للقلب. هنبص نلاقي إن هناك ارتفاع في ضغط الدم القراية العليا، وهنلاقي القراية السفلى ممكن ما تكونش مرتفعة خالص وممكن تكون مرتفعة ولكن ليست بنفس القيمة. هل هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم بيستلزم علاج؟ بيستلزم علاج، وبنحاول ان احنا ننزل من الضغط الانقباضي اللي هو القرايه العليا على قد ما نقدر، بس بشرط ان احنا ما ننزلش القرايه الصغرى بيها. هناك عوامل اخرى قلنا بتؤدي الى ارتفاع ضغط الدم ولكن لا يمكن التحكم فيها زي دور الوراثه. بالنسبه للسمنه، اذا قدرنا ان احنا نتخلص من الوزن هنبص نلاقي هناك فورا انخفاض في الضغط، ونبص نلاقي ان الضغط بينزل. ده مع بداية حتى تقليل كمية الاكل هنبص نلاقي ان الضغط ابتدى ينزل على طول، ودي ملحوظة واضحة جدا. وزي ما في نسبة ان احنا بنقول كل 10 كيلو زيادة في ضغط الدم بتزود متوسط ضغط، كل 10 كيلو زيادة في الوزن بتزود متوسط ضغط الدم 6 مليمتر مركري، ايضا هناك نفس العلاقة، ان انا لو خسيت هبص الاقي هناك انخفاض في ضغط الدم بشكل مباشر. هنبتدي حضراتكم نرد على الاسئلة ونستكمل الحديث عن ضغط الدم وعلاقته بالامراض الاخرى طبعا، واهمها مرض السكر، في الحلقات القادمة. خليني أشوف لو كان في أسئلة. أهلا وسهلا طبعا بحضراتكم، أستاذ أبو ريم أهلا وسهلا. نرجع للصفحة ونشوف. شكرا أستاذ عبد الحق جبر. إن شاء الله الحلقات القادمة هنقول على ميعادها قبلها علشان نقدر إن احنا نتلقى الأسئلة، وخلينا يعني الفترة الجاية دي في فترة برد، في فترة كسل، في فترة شوية التزام بالمنزل، فخلينا ناخد أكبر قدر من المعلومات نقدر نتكلم عليه. يعني هلتقي بحضراتكم قريبا ان شاء الله، واذا كان في اي اسئلة تقدروا حضراتكم تكتبوها على البوست بتاع الفيديو النهاردة. تصبحوا على خير.